صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية من قناة الجديد. تمكن الحراك الشعبي أمس من الوصول إلى شارع البلدية المؤدي إلى ساحة النجمة بعدما كانت القوى الأمنية ضربت طوقا محكما عند جميع مداخل إلى مجلس النواب وشكلت حاجزا بشريا قرب بلدية بيروت لمنع المتظاهرين من الاقتراب، إلا أن المتظاهرين استطاعوا الدخول والاقتراب من مجلس النواب وسط الهتافات والأغاني، وكان الشغب قد تخلل التظاهرة، فلكل تظاهرة مندسوها، وكلما ارتفع الخطر حول السلطة من ناسها كلما وجدت مرتزقة تنشرهم في الشارع لتسميم الحراك وردع تدفقه وربما الوصول به إلى ما هو أخطر. فمنذ 24 ساعة والتخويف يتسلل إلى الساحات مصحوبا ببيانات أمنية مجهولة المصدر تحذر من أحد لا يضمن أمنه أحد، بعدما نما إلى مسامع السلطة أن المتظاهرين قد يبلغون ساحة النجم أو الخط الأحمر ومن برج حمود إلى شركة الكهرباء وصولا إلى نقطة الصفر في ساحة الشهداء، كان القلب على الزناد والتوتر على مستويات عالية، ومكنه من ذلك رفع لافتة تحمل صور عدد من الزعماء وتربط أسماءهم بالفساد، فكانت أولى الشرارات التي كادت أن تتمدد وتتطور على نحو مقلق، لاسيما وأن مجموعة كانت تنتظر رفع اللافتة لتعلن فتوتها وتدخلها شرعا لحماية الزعيم من الإساءة. سادت الأجواء الطامحة للتخريب وتم الاعتداء بالضرب على من رفع الشعار، إلى أن تدخلت القوى الأمنية وفرضت سيطرتها بعد فلتان واستعراض قوة. كل هذا الرعب المسبق لم يحد من عزائم المتظاهرين الذين وصلوا بحشد كبير وأضاءوا ساحة الشهداء وتركوا وراءهم سيلا من التهديد والوعيد وتغلبوا على السم، لا بل كانوا مضادات حيوية له. ومنذ الأول من أمس ساد جو من الهدوء مع انتشار كثيف للقوى الأمنية التي ضربت طوقا محكما حول المكان، لكنها لم توقف إلا شخصا واحدا من المجموعات الضاربة المنتشرة وجوهها عبر الشاشات. وقد خاضت القوى الأمنية مفاوضات مع الصفوف الأولى للحشود في محاولة لثنيها عن التقدم نحو ساحة النجمة، إلا أن القوى الأمنية أفسحت الطريق أمام المتظاهرين إلى شارع البلدية. وبأمن أكثر هدوءا كان التيار الوطني الحر يجري احتفال التسلم والتسليم في القيادة من العماد إلى جبران باسيل الذي أعلن الحشد نحو قصر الشعب في 11 من شهر تشرين الأول المقبل. وفي الاحتفال وعد من القائد السابق بأن يبقى مناضلا لا يتقاعد إلا مع انتهاء العمر، وقال عون: لا يهولون علينا بين الفوضى والرئيس الدمية، فلتكن الفوضى إذا استطاعوا. وقطع عون وعدا للمناصرين بأن يكون لهم رئيسا من رحم معاناتهم. قبل الدخول في تفاصيل النشرة نشير إلى أن صحة المضرب عن الطعام علي برو قد تدهورت، ما استدعى نقله إلى المستشفى وبعدها إلى المنزل. مع وصول الحراك إلى ساحة الشهداء ضربت القوى الأمنية طوقا محكما عند جميع مداخل ساحة النجمة، حيث أنهت أعمال الشغب واستمرت التظاهرة حتى المساء، وشكلت القوى الأمنية حاجزا بشريا قرب بلدية بيروت لمنع المتظاهرين من الاقتراب من مدخل ساحة النجمة، إلا أن الحراك تمكن لاحقا من الدخول إلى شارع البلدية الذي يؤدي إلى ساحة النجمة مطلقا هتافات سلمية سلمية.
تعرض عدد من المواطنين والناشطين والصحفيين للضرب من قبل عدد من الشبان، وأصيب عدد منهم بكسور وجروح وردود لدى مرورهم من ساحة بشار الخوري. وقد أعلن الصليب الأحمر إصابة 26 شخصا في الإشكالات التي حصلت أمس، كما أوعز الوزير وائل أبو فعور إلى المستشفيات معالجة المصابين على نفقة وزارة الصحة. مسيرة حاشدة من برج حمود إلى ساحة الشهداء، وبعد تصدي الأمن للمتظاهرين يوم الأربعاء جاء دور البلطجي. من برج حمود انطلقت المسيرة التي دعا إليها حراك 29 من آب عند الساعة 5 من بعد ظهر يوم الأحد، والوجهة ساحة النجمة. لبنانيون من كافة المناطق اللبنانية نزلوا إلى المسيرة للمطالبة مجددا بأبسط الحقوق. شهراني والسلطة تصم الآذان وتفضل الحوار العقيم. رفض الخطة تبع شهيب اللي هي منا مناسبة ومنا ملائمة ومنا متلائمة مع معايير البيئية السليمة والصحية. ثانيا موضوع الحريات بشكل أساسي، وردا على القمع اللي تعرض له المتظاهرين بشكل أساسي من والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين ورفض المحاكمات العسكرية للمدنيين. نضل مكملين بالحراك لنخلص من الفساد والفاسدين، لنخلص من الفساد والفاسدين وخاصة بمطار بيروت. بدي أقول رسالة لأهلنا بقرى الباح الشرقي، في بعض الحرامية وبعض المتسلفين وبعض الزهران عم يطلعوا لهم بالليل نفايات عم زتوا لهم. نحن صار عندنا جزء من المعلومات وعم نكملها بنطلع نفضحهم. 128 رجل أعمال، ما بسميهم نواب أني هودي، هودي رجال أعمال. بديتها لما واحد منهم الساحة من هالشعب هيدي، تعال شوفي شو في عالم هون. نحن رح ننام بأرض عكار ونمنع شحنة توصل على عكار، نحن عم نطلب من السلطة إنه تراجع حساباتها، اللي ما بيقدر يعمل شيء يستقيله. ما بدي سافر، ما بدي هاجر، بدي أمن ابني، بدي أمن مستقبلي. هذا أقل واجباتنا، أقل واجباتنا إنه واحد متضايق ينزل يفش خلقه ضمن جروب، وإن شاء الله بنوصل للي بدنا إياه يعني. مع وصول المتظاهرين إلى ساحة الشهداء رفع أحد المتظاهرين لافتة جمعت كل من الرئيس سعد الحريري والنائب الممدد وليد جملاط ورئيس مجلس النواب نبيه بري. لحظات فقط حتى بدأ الاعتراض على اللافتة، اعتراض تحول إلى ضرب وحشي من قبل أنصار رفضوا وجود صورة بري على اللافتة، وحصل الضرب أمام أعين عناصر الأمن التي لم تحرك ساكنة. بعد النيل منه كانت مجموعة أخرى من الشبان تتحضر للانقداد على المتظاهرين بالسلاح الأبيض بعد أن توجهوا إلى التظاهرة من جهة ساحة النجمة التي يفترض أنها مغلقة من قبل رجال الأمن. لم تستمر الاشتباكات لوقت طويل، وقررت قوى مكافحة الشغب أن تعتقل أحد المتهجمين على التظاهرة السلمية. يوم الأحد حاول مجددا الحراك المدني إعادة التأكيد على مطالبه، وبعد أن سمع رسالة السلطة من خلال قبضة الأمن يوم الأربعاء هو يسمع رسالة أزلام السلطة من خلال قبضة مناصريها. وتعليقا على إدراج اسمه ضمن الفاسدين خلال تظاهرة البارحة، استغرب النائب وليد جملاط أن يرفع بعض المتظاهرين لافتة تختصر صور الفاسدين به وبالرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري، وقال للسفير من حق الديمقراطي أن أطرح علامات استفهام حول سبب اختصار الفساد بهذه الأسماء، في حين أن اللائحة تطول جدا وقد لا تتسع لها أي لافتة. ولكن جملاط استدرك بالقول: نعم، أنا جزء من هذه الطبقة السياسية المدانة من قبل الحراك الشعبي، وبالتالي أنا متهم حتى تثبت براءتي. إنما يحق لي في الوقت ذاته أن أستغرب حصر الاتهام بالأشخاص الذين رفعت صورهم خلال التظاهرة.
بحضور حشد من السياسيين سلم الجنرال ميشيل عون رئاسة التيار الوطني الحر إلى الوزير جبران باسيل. بكرة الأحد ب11 تشرين، بالذكرى ال25 ل13 تشرين، طرقات قصر بعبدة مش لح تسينا، وللمقاومين نقول حماكم الله، وللإرهابيين نقول أننا سنتحركم عسكرا وفكرا. لأهل الشراكة نقول إننا عن المناصفة غير متزحزحين. ارفعوا أيديكم عن المناصفة، ارفعوا أيديكم عن قانون انتخابي نسبي، ارفعوا أيديكم عن رئاسة الجمهورية. رح اطمنكم إنه لا بترك ولا بتعيق. أنا باقي معكم وفاءً لنذر يلي أنتو عم تشاركوني بتحقيقه. أنا قاطع على نفسي عهد لشهدائنا إنه وقف نضالي إلا بس يخلص عمري، لحتى نبني وطن لأولادون ولأولادنا. قد صار لزاماً على الشعب اللبناني تغيير نهج الدولة بكامله، وهذا لن يتحقق إلا بإعادة السلطة إليه، لأنه صاحبها الحقيقي، فيوليها بشكل شرعي لمن ينال ثقته، وبتعبير أوضح من خلال انتخابات نيابية، وعلى نتائجها تبنى باقي المؤسسات. وإلا فإن جميعاً أوجه النضال ستكون مشرعة أمام الشعب، لا يهول علينا أحد ويخيرنا بين الفوضى أو الرئيس الدمية، فلتكن الفوضى إذا استطاعوا. فلتكن الفوضى إذا استطاعوا، ولكن أحداً لن يستطيع. ولكن مني وعد بأنه سيكون لكم رئيس من رحم معاناتكم ونبض أحلامكم وأمالكم. رحل اللاجئون السوريون من هنغاريا وبقيت رسائلهم وكتاباتهم على الجدران. تحقيق من بودابست للزميلة رشا الكرم. هنغاريا شكرا جزيلا، لن ننسى أبدا لطفك وأنت جيدة جدا. بعبارات الامتنان عبر أحد اللاجئين عن شكره للشعب الهنغاري بعدما عبر بلدان عدة سيرا على الأقدام قبل أن يجد في هذه الخيام وفي محطة القطار هذه في بودابست راحة مؤقتة لمصير يرسمه بقدميه على الأراضي الأوروبية. رحل اللاجئون لكنهم بقوا كلمات ملونة على حائط ما ظن يوما أنه سيرسم على حجراته علم الجيش السوري الحر وعلم أفغانستان ولا كردستان ولا العراق ولا حتى العلم الألماني. فأهلا وسهلا بكم في أوروبا. That's nice and it seems so that all the names are names of stranger. It's not like Hungarian names. Yeah, like Karim, Firas. Karim, Firas, Mona, Ahmed. Is it a good sign or a bad sign? It's a good one. It's a good one, but it's maybe to leave a remembrance. To leave a message also that we were here. انتوا ايمتى جيتوا؟ ايمتى وصلتوا؟ لا شو هسه قبل شويه. طب انتوا ايمتى تركتوا سوريا ولا كنتوا موجودين بلبنان ولا بتركيا؟ لا 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 كنا موجودين بسوريا. من وين حضرتكم؟ وجينا على تركيا وبقينا بتركيا 9 اشهر وجينا لهون. نفسيتي تعبت. من شو تعبت نفسيتك بالرقه؟ من الحرب. بس ما الرقه هاديه بايد تنظيم داعش. بس الطيران شغال.
ولكن على الأرض؟ أرض داعش بس طيران شغال، أنا مصوب. ما كنت مزعوج من داعش بالرقة؟ لا كنت مزعوج، أنا مصوب إجري وبطني. هربت أنت من مين؟ من داعش ولا من شو؟ هربت من الاثنين. في وقت مر به اللاجئون من هنا بكوا ثم رحلوا، لم تنشف حتى الساعة دموع من قدم لهم المساعدة. Today was a calm, a lazy, and before days it was a crazy, a crazy, many, many. Me cried because they people they left her. Oh my God, they left her life and. Why you're crying right now? Because they left her real life. دينا مع مهربين. وهون كيف وضعكم هلا؟ أظن صعب. شو مأملكم؟ ما مأمن الشيء. وكيف هتعيشوا هلا؟ بيجينا مصاري. من مين؟ من سوريا ومن العراق. من مين؟ أهليكم يعني؟ أهلينا. طب هون شو كان المشهد؟ هون فظيع، الحرب العالمية الثالثة تقريبا. الحرب العالمية الثالثة بدك تقولي. كلها خيام، كلها شو؟ كلها خيام، كلها أطفال، كلها وسخ، كله مريض، كله جلده، كله مجروح وحريم وحوامل، يعني ما قبل أسبوعين كانت هون كارثة مزبوطة، ما زالت الكارثة بس على أوروبا. هيدي الساحة كنت كلها موجود فيها لاجئين؟ هون كان في 3500. بهالساحة كلها؟ هون فوق تحت، هون ما كان في محل إنك تقدري تمشي، يعني تمشي بدك داسي على طفل أو داسي على رجال، إنه برد كان ومطر يعني شغلات كتير صارت. هون بالنسبة للهيومن بي اللي بيحكوا عليها إنه هي مو هيومن بي، يعني ممكن الكلب يكون أخذ حقوق أكثر من البني آدم. هون من بلد إلى بلد ثان، من حدود إلى حدود أخرى، من مصير إلى مصير آخر، حكاية شعب رحل بفعل ظروف جعل منها عنوانا عريضا. اللاجئون مروا من هنا، من بودابست العاصمة الهنغارية. رشا الكرم، قناة الجديد. أهلا بكم من جديد. نفذ الفوج المجوقل في الجيش اللبناني فجر اليوم عملية دهم واسعة في مشاريع القاع، وأوقف 80 شخصا من التبعية السورية دون أوراق ثبوتية. في بلدة عمار البكات، نفذ أهالي القرى والبلدات المجاورة لمكب إصرار اعتصاما رفضا لإنشاء مطمر في الجوار نظرا للمخاطر المتأتية عنه، وقد شارك فيه نشطاء من مجموعة عكار من مزبلة وهيئات بيئية. وقد تحدث وليد قاسم رئيس بلدية عمار باسم المعتصمين، وقال إن الاستمرار في البغاء سيولد ردود فعل، محذرا من أن دخول الشاحنات سيكون ممنوعا، فأطفالنا أشاوس ونساء يقدرون على حماية أبنائهم، وجنودنا أبطال وأجسادنا تتحمل. فعكارة تقول كلها لكم، واسمعوا ولا تسمعوا بعضها من المستفيدين وأصحاب المصالح، وإننا لم ولن نترك طريقة من الطرق القانونية والقضائية ومجلس الشورى الدولي والقوانين البيئية والمراسيم إلا وسنواجهكم بها، ونقف أمامكم عقبة لإزالة هذا المطمر في حال تم إنشاؤه. لا بالخط العريض، لا للمكب، لا للمطمر، ولا لأي شكل من أشكال النفايات. لفت أهالي بلدة عين درافيل إلى أن بلدتهم استبعدت عن كل المشاورات التي جرت في الأيام الأخيرة، وتبلغت عبر وسائل الإعلام قرار فتح المطمر معلنين رفضهم للموضوع. إن أهالي عين درافيل يرفضون إعادة فتح هذا المطمر المشؤوم. إن بلدتنا لم تكن سلبية في يوم من الأيام، وهي تتمنى أن تكلل خطة الوزير أكرم شهيب بالنجاح لكي يتخلص لبنان من هذه الأزمة المستعصية التي داهمت مناطقنا وقضت مضاجعة، ولكن ليس على حساب عين درافيل وأهلها. من حقنا أن نعبر عن الألم والعتب. أعلنت مجموعة من الناشطين من رياض الصلح مبادرة تحت عنوان بكفة للمطالبة بتشكيل برلمان للشباب للمساهمة بإعادة النبض إلى الحياة البرلمانية. ولأننا نؤمن بأن الشباب هو عصب الحياة، الأمر الذي دفعنا إلى أخذ الخطوات التالية والإعلان عنها اليوم بهذه المبادرة. أولاً
إعلان تشكيل برلمان الشباب الوطني المدني لترشيح 24 وزيرا من الشباب المدني. أهالي برجة يلوحون بتصعيد تحركاتهم احتجاجا على التقنين. احتجاجا على الانقطاع الدائم للتيارين الكهربائي والمائي عن المنطقة وزيادة ساعات التقنين، نفذ أهالي برجة والقرى المحيطة اعتصاما طالبوا فيه المعنيين تسوية وضع الكهرباء في المنطقة كأبسط حق من حقوق المواطن. في حال شفنا أن القضاء ما عم يتجاوب بمطالبنا اللي هي محققة وهي واضحة للجميع، ما بدها لا خبراء بيئيين ولا بدها شيء مبين أيا، نحن الصبح هون وكانت عم تطلع الدخان. إذا ما وصلونا لحقنا من بص رسالة للمسؤولين، دائما بنحكى بشركة الكهرباء وهذه الجميع ما بقى حدا يتنصل مسؤولياته. في فساد على طول بيقولوا لك، تحكي مع النواب والوزراء والمسؤولين وكل العالم بيقولوا لك في فساد بشركة الكهرباء، ما شفنا حدا بعد حاسب. هلا اجت الناس تحاسب، العالم هي بدها تحاسب. إذا بالدولة ما في سلطة رقابة ومحاسبة الناس بدها تحاسب. أنا مش زعران نقطع طرقات ونحمل سكاكين، نحن ما بنحب الاعتصامات ولا المظاهرات، نحن مع القوانين، لكن في إلنا حق ضايع ومسروق من سنين، واليوم منزل على الشارع تنلغي التقنين. حقنا أيها المعتصمون يبدأ أولا بمطالبتها باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة تقنيا وفنيا، ونذكر منها استخدام نوعية فيول جيد مطابقة للمواصفات العالمية، استخدام الأكسجين ميترز لقياس نسبة الأكسجين في الدخان الصادر عن المعمل، والأوباسيميترز لقياس كثافة الدخان لضبط عملية الحريق، تجهيز مجموعات الإنتاج في المعمل بوحدات معالجة تضخ مواد كيماوية إضافية على مادة الفيول من أجل تخفيض هذه الانبعاثات، حرصاً على صحة المواطنين القاطنين في محيط المعمل. الصيانة الدورية والمستمرة لمعدات الإنتاج والاستبدال الغير صالح منها. أتينا وفي جعبتنا إنذار وجه إلى مؤسسة كهرباء لبنان، لكن هذه الأخيرة لم تكترس له، وقررنا أن نواجهها بالقضاء عبر دعوة قضائية ستقوم برفعها بلدية برجة، مدعمة بعريضة شعبية وقعت من قبل آلاف البرجاويين. وأكد المعتصمون مضيهم قدما بتحركاتهم المطلبية، ملوحين بخطوات تصعيدية لاحقة. اختتم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي جولته الرعوية في بعض قرى جزين وأقليم التفاح بزيارة رعية صربة في قضاء النبطي، حيث أقيم له استقبال تقدمه حشد من فعاليات المنطقة ومن أبناء البلدة وفرقة خيالة وفرق موسيقية عزفت الأناشيد الدينية. وبعد القداس التقى الراعي أبناء البلدة والجوار في قاعة الكنيسة في حضور النائب هاني قبيسي ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد وحشد من فاعليات المنطقة. وفي جرجوع كان في استقبال الراعي حشد لافت من أبناء المنطقة مسلمين ومسيحيين، وعلى أصوات جرس الكنائس أو جرس الكنيسة وتكبير صوت الجامع دخل الراعي إلى كنيسة مار مارون حيث رفعت الصلوات. نحن نعيش اليوم أزمة سياسية واقتصادية معيشية أمنية اجتماعية ليست من الداخل، لكنها نتيجة للنزاعات في هذه المنطقة، بدءا من القضية الفلسطينية التي إلى اليوم لم يرد الحل لها. ربما لكي تستمر شعلة نار تؤخذ منها إضاءات نزاعات أخرى، وهذه المنطقة من العالم العربي ويا للأسف تعيش هذا الصراع الدموي الذي نحن ندفع أيضا نتائجه، لكن هذا يدعونا لكي نصمد في وحدتنا وفي تضامننا وفي ترابطنا ولا نكفر بهذا الوطن الحبيب. لبنان صاحب دور كبير في هذه المنطقة العربية وصاحب دور بالنسبة للغرب. تحضرني هنا كلمة البابا القديس يوحنا بولس الثاني الذي قال لبنان أكثر من بلد.
زعيتر يثني على التقديمات الإيرانية الإنمائية للبنان، وفتح علي يؤكد استمرار دعم بلاده لأرض المقاومة. بمشاركة وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر، رعى السفير الإيراني في لبنان محمد فتح علي المشاريع المقدمة من الهيئة الإيرانية للمساهمة في إعادة إعمار لبنان لمنطقة البقاع بحضور نواب المنطقة ومسؤولين حزبيين وفاعليات بلدية ودينية واجتماعية، وذلك في خلال جولة بقاعية استهلها فتح علي من محلة التل الأبيض وختمها في مدينة الشهيد السيد عباس الموسوي الكشفية، حيث أقيم احتفال بالمناسبة. تتصدر الهيئة الإيرانية للمساهمة بإعادة أعمار لبنان قائمة الجهات المانحة التي وقفت إلى جانب لبنان في عدوان تموز 2006. إلا أن ما يميز هذه الهيئة أنها عملت في عناوين عدة، وأهمها مشاريع استهدفت رفع مستوى البنية التحتية ولا سيما الطرقات الرئيسية والفرعية كما الجسور والأوتوسترادات، مما يساهم في خلق دينامية تنموية من خلال تفعيل التواصل بين المناطق. نتطلع اليوم إلى إعادة إعمار مؤسساتنا الدستورية التي اليوم منها ما هو معطل ومنها ما هو غائب أو مغيب. نحن هنا اليوم نفتتح المشاريع المقدمة من الهيئة الإيرانية للمساهمة في إعادة إعمار لبنان لخدمة الناس، وهو عمل راق تتجسد فيه الأخوة الإنسانية التي يجب أن تجمع البشر على الخير والتلاقي والتعاون. وأكد السفير الإيراني ثبات بلاده على مواقفها في مواجهة المؤامرات التي تستهدف الدول الداعمة للمقاومة. نظم الحزب التقدمي الاشتراكي فرع وطن مصيد بمهرجان الوفاء لشهداء المواجهة البطولية ضد العدو الإسرائيلي في 16 من أيلول عام 82 وإزاحة الستار عن النصب التذكاري لشهداء الفرع وأبناء المنطقة، وتحدث في المناسبة الوزير غازي العريضي. تعالوا لنتفق معا على أن تكون اهتماماتنا واحدة في مواجهة الهموم الواحد. هذا يدعونا إلى أن نعالج مشاكل العمل الحكومي، بلد بلا رئيس جمهورية، مجلس نيابي معطل، قروض ومساعدات من الخارج استثنائية لأول مرة تحصل في تاريخ البنك الدولي أن يقدم قروضاً ومساعدات مع استعداد للمساهمة بالاستملاكات، أول مرة في تاريخ البنك الدولي. ميز بهذا الأمر لبنان، فميز لبنان نفسه بإدارة الظهر والتعطيل، وتكاد تسقط هذه المشاريع لأن المجلس النيابي مقفل. طيب، لا رئاسي ولا حكومي ولا مجلس نيابي، أفق مسدود، ماذا ننتظر؟ صفحة أخبار محلية متفرقة في هذا التقرير. قدم رئيس مجلس الوزراء تمام سلام يرافقه وزير التربية الياس أبو صعب واجب العزاء لنائب رئيس الدولة ورئيس مجلس وزراء الإمارات العربية المتحدة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد المكتوم بوفاة نجله الشيخ راشد، وقد عاد سلام أبو صعب إلى لبنان فور انتهاء من تقديم العزاء. تلبية لطلب الرئيس تمام سلام، أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز توجيهاته بفتح الأجواء السعودية خلال موسم الحج أمام الرحلات اللبنانية التابعة لخطوط طيران الشرق الأوسط لنقل الحجاج اللبنانيين الذين علقوا في لبنان وتعذرت عليهم المغادرة إلى السعودية خلال اليومين الماضيين. رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت أكد أن الشركة قد اتخذت كل الإجراءات اللازمة وستسير عددا كاف من الرحلات لتأمين نقل الحجاج اللبنانيين جميعا بدءا من اليوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء المقبل لتأدية فريضة الحج. أكد وزير التربية الياس أبو صعب أن التيار الوطني الحر دخل في حكومة شراكة ليكون شريكا في جميع القرارات لا كما يتصرف البعض، وأمل خلال رعايته حفل تكريم الناجحين في الشهادات الرسمية للمرحلتين المتوسطة والثانوية الذي أقامه اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل في باحة مدرسة الشهيد راني بز الفنية أن تصل المبادرة التي يقوم بها رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى النجاح، لأن الظروف التي نمر بها في لبنان والمنطقة صعبة جدا.
سجل النائب السابق وجيه البعريني رئيس التجمع الشعبي العكاري استغرابه واستهجانه مما تسرب عن لسان بعض نواب عكار، وأنهم لا يقبلون أن تكون بين النفايات القادمة إلى عكار نفايات الضاحية الجنوبية لبيروت، وسأل هل انحدر المستوى إلى درجة تصنيف النفايات في خانات الاصطفاف الطائفي والمذهبي والمناطقي، وهل أصحاب السعادة نواب عن لبنان وعن المواطنين جميعا، أم أنهم مشغولون بتغطية صفقات جلب النفايات إلى عكار مع الشركات بمواقف مذهبية وطائفية رخيصة. بمناسبة اليوم العالمي للسلام انطلقت مسيرة من أمام معرض رشيد كرامي الدولي تحت شعار مسيرة شعلة السلام، وشارك فيها شباب وشابات من لبنان وسوريا وفلسطين ومن عدد من الدول العربية، إضافة إلى عدد من ذوي الحاجات الخاصة، وذلك برعاية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وكاريتاس لبنان. وانطلق المشاركون وجابوا شوارع المدينة مرورا بالقلمون وأنف وشكة والبترون ومدن وبلدات قضاء الكورة وصولا إلى ساحة كوسبة. اعتبر النائب السابق حسن يعقوب أن الاعتداء على المتظاهرين في وسط بيروت تشبه الاعتداءات على المصلين في الأقصى. وخلال استقباله وفودا شعبية في دارته في بن نايل، استغرب يعقوب زج اسم الإمام موسى الصدر مع أحد زعماء الطبقة السياسية، مشيرا إلى أنه لا يجوز التلطي خلف الإمام في كل القضايا حتى مطالب الناس. أهلا من جديد. مجددا تعود المواجهات إلى الأقصى. في وقت كانت ورش إعادة تأهيل ما دمره الاحتلال تجري على قدم وساق، ساد التوتر في محيط المسجد الأقصى وخاصة أمام بوابات المجلس والقطانين والسلسلة، حيث أخلت عناصر من الوحدات الخاصة التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة باب السلسلة من النساء المبعدات عن المسجد، وأجبرتهن على التفرق في البلدة القديمة، وذلك لمنعهن من التكبير والهتاف في وجه المستوطنين أثناء خروجهم من اقتحام المسجد الأقصى. ولحقت قوات الاحتلال النساء الممنوعات من دخول الأقصى في أزقة البلدة القديمة ومنعتهن من التواجد أو التجمع أمام بوابات الأقصى. طلاب المستوطنين يريدون اقتحام المسجد الأقصى، وحتى أن أبواب المسجد الأقصى لم يسمح لنا بالوقوف عليها، فقامت مجموعات من أولئك الوحوش المدججة بمطاردة النساء في أزقة البلدة القديمة. وقد تزامن قمع النصوة ومنعهن من التواجد أمام البوابات مع احتشاد عدد من المستوطنين عند باب السلسلة ورفعهم الشعارات وترديد الهتافات العنصرية مطالبين بالسماح لهم بأداء طقوسهم التلمودية داخل المسجد الأقصى. وقد تصدى عدد من المصلين ممن استطاعوا الدخول في ظل قيود الاحتلال على المداخل مجموعات المستوطنين بالتكبير والهتافات نصرة للمسجد الأقصى. واحتجزت قوات الاحتلال المتواجدة على بوابات الأقصى كافة هويات المصلين الوافدين للمسجد من الرجال والنساء، في حين بقيت جميع بواباته مفتوحة. قتل 13 لاجئا بينهم 4 أطفال وفقد 39 آخرون في حادثين منفصلين وقعا أمس في البحر الأبيض المتوسط، وأفادت وكالة دوغان التركية للأنباء بأن 13 لاجئا قتلوا بعدما اصطدمت عبارة بمركب كان ينقل 46 شخصا إلى اليونان قبالة شاطئ كاناكالي شمال غربي تركيا، مشيرة إلى أنه تم إنقاذ 20 شخصا فيما لا يزال 13 آخرون في عداد المفقودين. وفي حادث آخر، أعلن خفر السواحل اليوناني أنه يبحث عن 26 لاجئا مفقودا بعد غرق زورق قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية. وقالت متحدثة باسم خفر السواحل أنه تم انتشال 20 لاجئا آخرين من المياه، بينما تتواصل عمليات البحث عن والإنقاذ عن المفقودين، فيما لم تتوفر بعد معلومات عن جنسيات اللاجئين. وافق الجيش السوري والقوات الموالية له من جهة والفصائل الإسلامية من جهة ثانية على وقف إطلاق النار يبدأ اعتبارا من منتصف اليوم على 4 جبهات قتالية. وأوضحت المصادر أن وقف إطلاق النار يشمل بلدتي الفوعة وكفرية اللتان تدافع عنهما جماعات مسلحة موالية للحكومة السورية في ريف إدلب، ويشمل أيضا بلدة مضايا ومدينة الزبداني في ريف دمشق. وقال المرصد السوري المعارض
تعترض إن المقاتلين أوقفوا العمليات العسكرية صباح اليوم، وأطلقت القوات الحكومية هجوما لاستعادة مدينة الزبداني في تموز الماضي، ما أدى إلى تشكيل ائتلاف من فصائل يضم متطرفين إسلاميين من تنظيم القاعدة لحصار قريتي الفوعة وكفرية في ريف إدلب. ووقف إطلاق النار هذا هو الثالث لمحاولة هدنة في هذه المنطقة بعدما فشلت جولتان من المفاوضات الشهر الماضي في التوصل إلى اتفاق. أفادت معلومات إذن فاز حزب سيريزا اليساري في الانتخابات المبكرة التي جرت يوم أمس في اليونان متقدما بثلاث نقاط على الأقل على اليمين المعارض بزعامة فانجيليس مايماريكس بعد اقتراع حاسم. وبعد فرز أكثر من ربع الأصوات أحرز حزب سيريزا تقدما أكبر من المتوقع بنسبة 35% مقارنة ب 28% للمحافظين، ودفع ذلك بزعيم حزب المحافظين مايماراكس إلى الإقرار بهزيمة حزبه في الانتخابات. وقال للصحفيين أهنئه في إشارة إلى سيريزا، مضيفا يبدو أن المواطنين لم يغيروا رأيهم. وفي مقر حزب سيريزا استقبل رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس بتصفيق حاد من مؤيديه الذين ابتهجوا عند إعلان نتائج استطلاع عند الخروج من مراكز الاقتراع. وفي تغريدة عقب الفوز قال تسيبراس إن حكومته والبلاد يواجهان عملا شاقا ونضالا، وأضاف طريق العمل الجاد والنضال لا يزال أمامنا. والآن نبقى مع أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم في بيروت الاثنين 21 أيلول 2015 ونبدأ مع النهار. التظاهر يبلغ محيط مجلس النواب للمرة الأولى، عون ينتظر ويعطي الحوار وبري فرصة. هدنة في أربع بلدات ومدن سورية، كاري دعم روسيا يجذب المتطرفين. في عناوين السفير تسوية الترقيات في سباق مع الوقت، الحراك العنيد عند أبواب المجلس، غرفة عمليات روسية أمريكية بشأن سوريا. في عناوين الأخبار لهذا اليوم، باسيل سنزحف إلى بعبدة ونريد الرئيس القوي، عون لا يقدر على الفوضى، الحراك يواجه فتنة السلطة. في عناوين الأنوار، تجنب صدام خطير أمام البرلمان بعد هدوء مفاجئ لقوى الأمن والمتظاهرين، التيار العوني يدعو لزحف إلى قصر بعبدة. في عناوين الديار، الأمن للحراك، تظاهروا براحتكم والمجلس خط أحمر، عون فلتكن الفوضى إذا استطاعوا، والموعد أمام قصر الشعب. ننتقل إلى المستقبل، وفي عناوينها تظاهرة سلمية بالمئات لم تصل إلى ساحة النجم، عون يخير اللبنانيين بين الرئاسة والفوضى، كاري دعم موسكو العسكري للأسد يأتي بنتائج عكسية. أما في عناوين البناء، كاري يسلم بحل ببقاء الأسد ورعاية تركية إيرانية لحل الزبداني الفوعة، عون لا يخيرون بين الفوضى والرئيس الدمية ولتكن الفوضى إذا استطاعوا، اشتباكات الحراك باتجاه ساحة النجم لتعويض ضعف المشاركة الشعبية، ظريف حمل الأتراك المسؤولية فوقع اتفاق جدي في شأن الفوعة. ننتقل إلى اللواء، ويك أند عاصف، الحراك يقترب من اشتباكات دامية، سلام لمجلس وزراء بعد الأضحى، وعون غير متخوف من فوضى الفراغ الرئاسي الطويل. أما في عناوين البلد، الحشود تتراجع والمدسون يستقون والتيار يحتفي برئيسه، باسيل رئيسا، التيار أمام تحدي استكمال المشوار. ننتقل إلى عناوين الجمهورية، عون على ترشيحه والحزب على تأييده، الحراك يقترب من البرلمان، أمريكا منفتحة على مفاوضات حول سوريا. أما في عناوين الحياة، الحياة التقت في برلين سوريين هاربين كابدوا رحلات قوارب الموت، الوضع ممتاز، ثلاث وجبات ولا بعث هنا ولا داعش. الحوثيون أفرجوا عن ثلاثة غربيين وسعودية لم تتسلم رهينتين، هادي وصل سرا إلى عدن، عون يفضل الفوضى على الرئيس الدمية. أخيرا مع الشرق الأوسط، بس ياسين للشرق الأوسط، قذيفة حوثية أصابت السفارة العمانية، تقدم متسارع لقوات التحالف في مأرب. وثائق بن لادن، خطط لمكتب في طهران، والعلاقات منذ التسعينيات، إطلاق موظفين سعوديين احتجزهما الحوثيون. كان في النشرة، الحراك الشعبي يقترب من ساحة النجمة ويصل إلى شارع البلدية.
ومدسون يعتدون بالضرب على المتظاهرين. عون يسلم باسيل رئاسة التيار. بالذكرى 25 ل 13 تشرين طرقات قصر بعبدة مش لحد سينا. وكان في النشرة اللاجئون مروا من هنا. They people, it's they left her. Oh my God, they left her life and. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا مشاهدينا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء عند 10:30.